لمناقشة يعني تداعيات قصف المنطقة الخضراء في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني في تعليق للكاظمي على القصف الذي استهدف المصالح الأمريكية في المنطقة الخضراء، الكاظمي وصف هذه الصواريخ التي أطلقت بالعبثية. هل نفهم من تصريحه محاولة للتخفيف من وطأة القصف أم للتعتيم على فشله في حماية المصالح الأجنبية في العراق؟ لا، هذا بالضبط هو التأكيد على الفشل، هناك فشل حكومي في مواجهة الميليشيات والعصابات، وهذا معروف للإدارة الأمريكية. يعني نفس السفير الأمريكي موجود حاليا، هو اللي زار رئيس مجلس القضاء 3 مرات وأعلن مجلس القضاء في بيانات رسمية السفير حضر إلى مجلس القضاء بالسؤال عن التحقيقات في الهجوم على السفارة الأمريكية ولم تنتج أي شيء. بالعكس، القضاء أصدر أمر قبض على الرئيس ترامب مثل ما يعرف الجميع. طيب أستاذ كامل، يعني لو نأخذ التصريح للخارجية الأمريكية، حملت طهران مسؤولية الهجمات التي يقوم بها من وصفتهم بوكلاء إيران في العراق. هل تتوقعون ربما تكون هناك سياسة جديدة للولايات المتحدة تجاه العراق بعد هذا القصف؟ لا، لن تكون هناك أي سياسة جديدة. بالعكس، أنه المشروع الأمريكان في العراق مرتبط بالمفاوضات مع إيران. البوابة حل المشكلة العراقية من البوابة الإيرانية، هذا هو الواقع. إيران الآن في مرحلة استثمار الانتصار، وأطلقت مجموعة من الصواريخ على أربيل والسفارة، وستستمر باستثمار هذا الانتصار حتى يعني تحسن شروطها التفاوضية مع أمريكا ومع الغرب. طيب أستاذ كامل، يعني رغم أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن القصف الذي وقع في المنطقة الخضراء مؤخرا، لكن كما تعرفون أصابع الاتهام تتجه للميليشيات التي طالما تفاخرت بقصف المصالح الأمريكية. هل هذه محاولة لاختبار بايدن ووضعه في امتحان من قبل الميليشيات برأيكم؟ لا، أنا مثل ما بينت أن هم الإيرانيين الآن في مرحلة الانتصار. نعم. وهذا ليس مرتبط في بايدن، حتى ترامب نفسه قال أن في الأسبوع الأول بعد فوز الانتخابات سأجلس وأفاوض إيران. نعم. والموضوع الميليشيات والاستهدافات موضوع معقد بالنسبة للأمريكان. حتى هنا في أمريكا يعتقدون أن الجيش العراقي نفسه أما يسهل عمل الميليشيات لاستهداف المصالح الأمريكية أو ينفذها نيابة عنهم. نعم. فالموضوع معقد، وهم لا يستطيعون أن يعلنوا كل شيء. نعم. يعني يريدون الحفاظ على هذا الحال الى ان تنتهي مفاوضاتهم مع ايران. استاذ كامل، كيف تابعتم ادانه زعماء الميليشيات في العراق الهجوم على السفاره الامريكيه في بغداد؟ يعني الجميع تنصل من هذه الحادثه. نعم، يتنصلون حتى لا يضعون نفسهم في المسؤوليه، حتى يضيع الدم بين العرب مثل ما يقول المثل العربي. وهذا متوقع، وربما لا يعرفون، ربما عصابات مرتبطة في إيران مباشرة وليس مرتبطة بالحشود ولا بالإيشاد. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.